اسمي رشيد بن حميدة، المدعو حذيفة، من مواليد 9 جوان 1977. التحقت بالجماعات المسلحة عام 1996 بداية جوان إلى معاقلها في مزران بومرداس. التحقت عن طريق اتصال ربط مع الجماعات المسلحة، ثم الانتقال إلى معاقلهم بمزران. تلقت دورة تدريبية في الإسعاف، الإسعاف والتفجير. ما كانش نشاط هكذا نقولوا شغل، مكثت في 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 الغابة الحراسة، ما كانش نشاط كبير نقولوا. كان النشاط اليومي والحراسة والأعمال كما يقولوا الداخلية داخل المعسكر. نقولوا من ناحية المعيشة كانت لاباس، كما من ناحية توفير المؤونة كانت كما يقولوا متوفرة وكانت سهلة. من بعد شاركت في عمليات متفرقة، منها من كما يقولوا كان لي ناجحة وكان لي فاشلة في بعض المناطق، مثل منطقة بوبراك، عين الحمراء، بوناب، سيدي علي بوناب، منطقة تيزيوزو، منطقة تكزيرت. هذه في الفترة اللي كنت فيها في مزرانة. في 2001 انتقلت إلى كتيبة النور بولاية تيزيوزو، مكثت فيها حوالي 10 سنوات إلى غاية 2011. في هذه الفترة شاركت في عدة عمليات، من استهداف مشاركتي كانت في استهداف السيارة للأموال بمنطقة مشلي بين مشلي عين الحمام والأربع ناثيرثن. والعملية الثانية كانت في استهداف بنك الذي بقى بالفشل ما نجحش. والعملية الثالثة مشاركتي في تهيئة سيارة مفخخة وتفجيرها بمقر الشرطة في دائرة مقلع. واشتبكت مع قوات الجيش في تمشيط 2009، مما خلف في قتل أربع أفراد من المجموعة وجرح البقية. لغاية 2011 انتقلت إلى منطقة أكفادو، مكثت فيها حوالي بين أكفادو وبو غابة بو نعمان حوالي من 2011 إلى 2019. في هذه المرحلة ما كانش حاجة أعمال قتالية ولا ما كانش، كانت بس ما شاركتش فيها. مول من 2019 انتقلت إلى منطقة الشرق، هنايا منطقة العنصر جيجل، مكثت فيها حوالي عام. وبعد تمشيط القوات الجيش وقع في اشتباك بين الطرفين، مما خلف قتل وجرحى، قتل حوالي 3 أفراد وجرحى 3 أفراد. بعد ذلك انتقلت إلى منطقة سكيكدا. في هذه المرحلة كانت المعيشة صعبة من حيث نقص المؤونة والتجهيز. وفي هذه المرحلة الأخيرة تعرضنا للتمشيط بعد حصار، دام تقريبا شهر. اشتبكنا في المرحلة في بداية التمشيط، اشتبكنا بين الجيش الوطني الذي خلف 7 قتلى والجريح. وبعد الانسحاب بالجريح إلى نقطة الاختباء كنا فيه 8. بعد أسبوع تقريبا 10 أيام توفي المجروح. ثم بقينا في الغار حوالي 15 يوم. الظروف التي توفيها الجريح عدم وجود رعاية طبية، مما أدى إلى وفاته. بعد ذلك مكثنا فيه حوالي 15 يوم. المرة الأخيرة انتبهوا وكشفونا. احنا في هذه المرحلة كنا في حالة مزرية من كما يقولوا نقص الغذاء والآخر، معظمنا كان منهك. ثم كما يقولوا اتخذ قرار بالاستسلام وطلب الأمان.
بعد المفاوضات بين افراد الجيش تم التوافق وخرجنا من الغار. انا كنت ثاني، وبعد تسليم السلاح لقوات الجيش خرجنا من الغار واحد تلو الاخر. وكان تعامل افراد الجيش معنا تعامل كما قالوا تعامل جيد، و مقدم من الاكل والشرب ومعامل حسن. وبعد خروجنا تلقينا كما قالوا العنايه الطبيه من كما والغذاء واللباس، ونوجه رساله لكل من يتبنى العمل المسلح انه هذا المشروع هذا فاشل ولا يصلح بحكم التجربة. بالنسبة للفتاوى كانت في غير محلها، من كما نقول احنا الفتاوى هذه كانت تصدر عن علماء كما نقولوا قليلة وغير معتبرين. نقول الشعب الجزائري بلي انا كشخص في هذه خلال المدة هذه اللي عشتها في هذا العمل المسلح شعرت بالندم، لانه كما نقولوا كان اختيار كما يقولوا خطأ من ناحية كما يقولوا. ولهذا ننصح كما يقولوا كل الشباب يعني يجتنب الطريق هذا.